راح 10,000 14,000 14,000 يا عيال. السلام عليكم، كيف حالك يا وحش؟ مقطع اليوم راح نتكلم عن ثلاث مواضيع في مقطع واحد، صدقني راح تطلع من المقطع هذا وانت مرتاح. اتمنى انك تقدر تابي، تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك الف عافية. عندنا ديسكورد عن اللعبة، في نصايح، في شروحات، في اشياء راح تساعدك في اللعبة، ويمديك تكلم ناس عشان يدخلون معك، راح تلقى الرابط في اول تعليق تحت. الحين خلونا نبدأ. عندنا اول مشكلة اللي تواجه اللعبة لكن ما يعرفون يتخطونها، اللي هي مشكلة الرانك. الرانك يقف اذا كان لفلة 25، يقف الرانك، فحاب هو يدخل على رانك اعلى. حل المشكلة هذه زي ما تشوفون، حنا الحين لو تكلمنا مع البنت هذه كاثينا، مدري كاترينا، مدري شو اسمها، لو تكلمنا معها واخترنا ثاني كلمة، انا الرانك عندي مقفل، مشينا وصلنا عند 25، كذا اللف اللي بيقف معك، كذا اللف اللي يكون واقف، حتى لو لفلت ما يرتفع. لكن علامة الصح هذه في مهمة لازم تخلصها، في مهمة لازم تخلصها عشان يفتح لك القفل ويمديك ترفع لفلك مرة ثانية. يعني بكل اختصار، عند كل قفل توصله في التلفيل اعرف ان في مهمة لازم تخلصها عشان تفتح باقي اللفلات. شوف الحين انا واصل عند 45 وعندي قفل. لو دخلنا على ملف الشخص الحين شوفون انا مكمل جميع النقاط حقت الاكس بي لكن ما فتح عندي لفل 46. الحل في مهمة لازم تخلصها، عندك خيارين عشان تختار المهمة. اول شيء انك تدخل على نفس القسم، تدخل على نفس القسم هذا وبتضغط الكلمة هذه بتوجهك على المهمة على طول. ثاني شيء اللي هي انك تدخل على علامة التعجب، بعد ما تضغط علامة التعجب زي ما تشوفون في كلمة رانك، اذا جتك كلمة رانك يعني هذه المهمة لازم تخلصها عشان ترفع لفلك. شوفون الحين راح اخلص هنا المهمة وندخل لفل العالم السادس، وبعدها راح اعلمكم على نصايح راح تساعدكم في اللعبة. شوفون بيقول خلص الدومين هذا، في مهمة بالدومين نخلصها مع بعض عشان تفتح معنا لفل العالم السادس. ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة، في بعضكم بيشوف الأرقام هذه لكن ما يعرف وين المهمة. المهمة عزيزي المشاهد اللي عليها علامة تعجب هذه المهمة اللي لازم تخلصها. زي ما تشوفون هنا بيطلب مني عناصر، لكن أنا بحاول إني خاطر شوي وأدخل فيها عنصرين اللي هي عنصر النار وعنصر الثلج، ونشوف نقدر نخلص المهمة ولا لا. هذه بداية المهمة، نضغط عليها نشوف. هذه بداية المهمة، نشوف إيش راح يصير. أوهو في ناس لفل 80 وحوش لفل 80. اوهو في وحوش هنا، اتوقع ان راح نواجه هالي، راح نواجه هالي اتوقع. ابلا 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 بس. تشوفون هذا هو الالي مثل ما تشوفون. خلص خلص يا حبيبي خلص. بنحاول نطيح الالي، لما نحاول نطيح لالي بس ماشي او كلهم باقي بس لالي. ايوه خلصناهم الحين. اوهو في خضرة هنا لازم ناخذهن، الخضرة بتساعدك في الطبخ، طبخ عشاك وغداك عشان ما يضربك الجوع. خلونا هاي الدلك بس، احني بيجيك هذاك الغثيث تشوفون اللي موجود هناك، هذاك غثيث مرة. شوف شوف هذاك قاعدين يرمون هذاك، لو فيك خير تجي لا ترمي وتروح. بحاول اطيحها، بحاول اطيح، ما يمدي. مع السلامة بس، اشوفك بعدين. شوف الحين، لا لا بخلوني احط درع.
بطل نار احرق الدرع هذا، اول ما يحترق الدرع مدينه محطه على كيفي. شوفونا السهم اللي عليه هذا، يعني دفاع ناقص، يعني الرجال ما عنده دفاع، ما عنده دفاع الرجال، خلاص قوة دمج مع ديلوك، قوة دمج لين يقول بس اصبر اصبر. ابلع انت يا التمت، ابلع التمت بعد، خلاص انتهى امرهم. هذا اخر تحدي من المرحلة، فاكيد انه راح يكون تحدي صعب، بس ان شاء الله نفوز ونطلع منهم. هذا المكعب كويس، المكعب بسرعة محطة. لا لا لا، استخدمت الالتمت بوقت غلط. شوف بس المكعب، ما عليه نقدر نفوز عليه، نقدر ان شاء الله. يلا 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 كويس، الحين بقى هيل، بس خلونا نستخدم الدرع. اوهو تطور خوينا، صار يرمي حركات بركات. ضربة الصقر المحترق، راح ملح. انت همرة، انت همرة، انت همرة، خلاص خلاص يبي يضربنا. ابد ابد يدلك، ابد لا لا تصير عاد انت خبل هالدرجة، لا تصير خبل يدلك. حاول انك تمالك نفسك وتقتله وانت مرتاح. باقي لاخذ ضربة، خلاص انزل يا وحش، راح نفوز عليه، راح نفوز عليه. يلا خلاص الحين بقي بيهيل نفسه، الحين بيهيل نفسه، فحنا شغلتنا ان نكسر حقاته هذه. نشوف نجرب زونغلي، ما ادري شو اسمه، يمديه يكسرها بسرعة؟ ما يمديه. دلك دلك بسرعة، لا راحت علينا، معليش يا شباب راحت علينا، لكن ما عليكم ما عليكم، نقدر نفوز عليه. دلك دلك بسرعة، نقدر نفوز عليه، ايزي ايزي يا شباب ايزي، لا حد يخاف. ضربة الصقر المحترق، ايوه ايوه خلاص، باقي له كم ضربة الحين، نخلصها الحين، خلاص خلصنا. يلا لا ما يمدي ما يمدي ما يمدي ما يمدي، ما اتوقع انه يمدي، ما اتوقع انه يمدي، الا والله مات، الا والله مات مات. زي ما تشوفون كملنا المهمة حقت العالم السادس، اعطونا هنا علامة تعجب اللي هي يقول لك لوت اكثر، كل ما تقتل وحوش يجيك لوت اكثر. مضبوط مضبوط، هنا بيعطونك صندوق هدية عشان تفرح، بس تاخذ صندوق وش كويس، ارتفاكت امور طيبة. الحين نطلع من الدومين كامل، مثل ما تشوفون مبروك ابو جابر، دخلت العالم السادس، كل واحد يصفق، الجمهور اللي ورا يصفقون، الشعب كله يصفق. بيض الله وجيهكم، ما قصرت، وانا اشهد انكم موافين، وراح اعطيكم الحين طريقة تضمن لك ارتفاكت ذهب. خلونا نجرب على البوابة هذه، خلونا نجرب بس تجريب. مثلا انا محتاج ارتفاكت ذهبي، شوف عزيزي المشاهد، الارتفاكت الذهبي يجيك من لفل 40 الى فوق، عندك هذه بيفتح لك بلفل 40، وعندك هذه بيفتح لك بلفل 45، تمام تمام. مثلا انت شخصياتك لفل بل 50، يعني ما وصلت لا 70 ولا شيء، فالنصيحة هي انك تختار اعلى شيء اللي فيها ارتفاكت ذهبي، لان هذا بيخلي شخصيتك اقوى، مو هاللفل، اهم شيء الارتفاكت يكون معك ممتاز. بيعطيك الكلمة هذه اللي هو يقول ان فريقك ضعيف ولا تقدر تلعب، فانا انصحك انك تضغط على كلمة مباراة، بيدخلك مع ناس معضلين، ناس معضلين يمديك تخلص البوابة بسرعة، ما يحتاج انك تطور شخصياتك ولا ترفع لفلهم. انا لعبت في العالم الخامس، صار يطلع لي اسطوري مرة، واحيانا يطلع لي اسطوري مرتين ارتفاكت، لكن الحين نبي نجرب مع العيال هذولا، نجرب ونشوف كم يطلع لي ارتفاكت. القائد راح يبدي المباراة الحين، وراح نلعب ونقاتل بكل شراسة وبكل قوة. هو
هو قاعد ينتظر هذاك، قاعد ينتظر هذاك. حنا الحين قاعدين ننتظر خوينا المفلم هذا، إذا ما جاء وفعلنا التحدي راح يقفل عليها البوابة ولا يقدر يساعدنا. يلا بدأ التحدي. بسم الله ونبدأ على بركة الله. شوف هندلوك هجومه مرتفع بنسبة 25%. تبي تقول لي ليه؟ لأن أنا معي اللي هي بطل نار بالفريق، يعني صرنا بطل نار اثنين. ضربة الصقر المحترق، ها مات؟ لا والله ماش. أقوياء أقوياء شوية أقوياء، فإن شاء الله نفوز، إن شاء الله نفوز. 10,000، يا سلام دمج 10,000 تلك. 5,000 راح، 10,000، 14,000، 14,000 يا عيال، شيء اسطوري. مع الالتمت الصقر المحترق وين راحوا؟ عز الله حركت اخوياي انا الظاهر. شوفوا الحالة، بشوف كم يصل الدعم. راح 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 على طول. ضربة الصقر المحترق، نشوف اوهو 24,000، 13,000، يا سلام يا سلام يا شيخ. وش ذا الجلد يا دولك؟ وش ذا الجلد؟ يرحم لي والديك. شوف كم يصل، خلوني بس اشيل درعه هذا واستخدم عليها الالتمت او الصقر الناري بكل اختصار. خلوني استخدم الحين، معليش احركت الهواء، معليش. شوف 17,000، 2,000، كم وصل؟ 4,000، 8,000، يا سلام كويس. حشرناه بالزاوية، حشرناه خلاص، الظهر يموت. أقيلنا آخر حبة، أهو خلاص كذا خلصنا. شوف الحين، شوف الحين وش راح يطلع لنا. أنا متأكد متأكد أنه راح يطلع لنا ارتفاك تسطوري، لأنه في العالم السادس ولازم يدلعونا، لازم يدلعونا. شوف الحين، اوه وينه وينه الاسطوري؟ بس زي ما تشوفون هذا هو الارتفاك الاسطوري. فيعني دامك في العالم السادس لا تشيل هم الارتفاك الاسطوري، راح يجيك راح يجيك، احتمال يجيك 3-4 ما تدري، عاد هي ضربة حظ وان شاء الله يجيك. فلا تخاف عزيزي المشاهد، لا تخاف. انا مثل ما تشوف طلع الارتفاك واحد، لو استمر في اللعبة، استمر في اللعبة البوابة، اضمن لك اني راح يحصل 3 ارتفاك اسطوري الى 4 ارتفاك اسطوري. يعني الدعوة كلها حظ، وإن شاء الله يطلع لك ارتفاكت وتصير قوي. ويعطيكم العافية على وقتكم، ولا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك، والله يعطيكم ألف عافية، مع السلامة.